السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم درس جديد. راح كما راكم تشوفوا راني عندي بقايا تاع سكاي، هاي بيكم بقايا تاع سكاي كما قلت لكم. لي شيت هذيك كلها انا ما نطيشهاش، راح نخدموا اشكال مع بعضنا اليوم ان شاء الله تستفادوا منهم. اشكال تزيني بهم، تخدمي بهم، تقدري ديري بهم لي سيرتات تاع بنات، تقدري ديري بهم يعني حوايج سهلين وملاح. نبداو على بركة الله. هنا راح نبداو بالشكل الاول. هنا عندنا قطعة كما راكم تشوفوا فيها، هذه كما راكم تشوفوا فيها، نقصوها مستطيل. المهم الطول اللي بغيتيه والعرض اللي بغيتي انتي. قطعة صغيرة. واش نجيو نديرو هنا؟ هنا نحكمو القماش تاعنا السكاي تاعنا هاك، نثنو على زوز ونجيو هنا نرسمو نصف دائرة هنا هاك على حاشية، ونزيدو نصف دائرة من الجهة الأخرى هاك هاك، نصف دائرة في الجهتين ونفس الشي من الجهة الأخرى كما راكم تشوفوا. ونجيبوا المقص تاعنا هذا، المقص تاع الخاص بالسكاي، ونفصل نزيدوا الجهة هذه نفس الشيء. هاي ليكم البنات الشكل اللي راه هنا. واش نجيو نديرو؟ نحكمو الابره والخيط، نحكمو نلمو لبعضها هكا ان شاء الله تكون الصوره واضحه. نبدو النبته الاولى ونحكمو نلهوثو هكا الخيط، لهوثو مرة زوز ثلاثة. المهم تشوفوا الخيط تاعكم راه تحبك. هاي البنات هاك بابيون. هنا واش نجيو؟ نشوف اللي شيت هذا مكلا اللي قلت لكم الصغار. هنا في المثال ناخذ اللون الأحمر هذا، نقصو قطعة شريط طويل رجلو هنا، راني حطيت لكم درس ياسر على البنات على السكاي. نرسمونا تحبوا ديروها بال، انا ما نحبش، نفضل نستعمل دائما الابره والخيط على في السكاي باش ما يتحلش، خير من البيستولي، خير من اللصقه، يعني اللصقه تتحل لهليه بصح هنا ما تتحلش. الابره والخيط تثبت نقصوا الزيادة هذه كما راكم تشوفوا، نقصوا الخيط. هاوليكم الشكل الأول، هاوليكم. تقدري ديريها في السيرتات تاع طفلة هكا، تعليها لها، تعود عندك سيرتات سامبل تخدمي هكا واحدة وردة بسكاي كما هكا بابيون بسكاي وتعلقيها. نجيو للشكل الثاني، نبدو قطعة قطعة تاع سكاي، دايما نفصلو مستطيل ديرو الجناب كل قد بعضاهم.
هنا تشوفوا البنات هاي ليك. نجيب القطعة هذه نرسموها، ثبتوا معايا مليح البنات كما راكم تشوفوا. هنا نرسم نصف دائرة هكا الأولى ونصف الدائرة الثانية، وبعد نجيبوا خط نخرجوا على على الطريق هذه ها على الشوكة هذه كما راكم تشوفوا. إن شاء الله الصورة راهي واضحة ليكم. نجيبوا هنا نخلوها هيك مثنية ولا نحكمها بالزيبانجل هاي ليكم. هنا تبعوا الرسمة تاعنا نقصوها بالشكل هذا نحو السيبانجل تاعنا هاو الشكل اللي عطانا. وش نجيو هنا نديرو نهزو الابره والخيط كيما قلت لكم نحكمو من النصف تاع الشكل هذا ونمشو ونخيطو هيك يعني. تقدري تزينيها ديري بهم في اشكال الاكسسوارات تاع المطبخ، تقدري ديريهم يعني انتي وافكار تاعك. انا طلبت مني واحد الاخت قالت لي ديري درس على تاع لي شي تاع سكاي، هاني وعدت وفيت بالوعد تاعي. ها هو البنات الشكل. هنا نجيبو شريط من السكاي، قلت لكم البنات دائما حتى مام خيط صغير تقدري تستعمليه. راح نزيد ندير لكم ان شاء الله باذن الله اشكال اخرى في المستقبل. هاي ليكم هنا ونجي هنا هاي ليكم البنات. هنا نقصوا هذا الزيت يعني كاين اشكال ياسر راح نستعملوهم في السكاي. نحاولوا دائما انا البنات راني عفويه يعني مانيش نزوق في الفيديو تاعي باش يجي يجذب النظر، الخدمه تاعي هي اللي تبين لكم. هاي ليكم البنات الشكل تاعها النهائي. تقدري حتى هذه ديريها في سيرتات، ديري فيها الاكسسوارات تاع المطبخ يعني ديريها في قدان حاجه. هاي ليكم البنات الشكل الثاني. راح نزيد ندير لكم الشكل الثالث. هنا نديرو شريط طويل هاي ليكم شكل طيب شريط. هنا واش نجيو نديرو له البنات، نجيو نثنوه هكا على اثنان على ثلاثة هكا البنات قد بعضها كما راكم تشوفوا. هنا نجيبو القلم وش نرسمو، نرسمو نصف دائرة هاي ليك نصف دائرة. حاولي دايما تطلعي الشوك كذا وما هيك شوي هاي، ان شاء الله تكون الصورة راهي واضحة ليكم. هنا هاي ليك
الشكل هذا، عطانا الشكل هذا. هنا واش نجيو نديرو؟ نجيو الحاشيه هذه التحتانيه نقصوا شويه من العرض باش تجينا الورده تاعنا مليحه. مش نحبت هالورده هذه ياسر. هنا نحكمو الشكل ها كيما راكم تشوفوا. هنا كيما راكم تشوفوا هاني خيطتها كامله. نجبدوا الخيط تاعنا هكا هاي ليكم. نزيد نكمل هنا للحاشيه. كاين اشكال ياسر ياسر البنات باذن الله. راح ليا ما تجي راح نزيد ندير لكم درس ثاني على بقايا سكاي. تشوفوه زي ما حنزيدو نخدمو اشكال اخرى. انا الفيديو هذا راني بديت لكم من الاول للاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاه نرسم وكيفاه ندير. هاي الاول مره البنات اللي تدخل معنا في القناه نقولها مرحبا بيك وان شاء الله تستفادي مني ومن الخبره تاعي، وان شاء الله تكوني نكونوا عائله واحده ونكونوا. واللي ما بغى عارف فهمتش حاجه تقول لي، واللي حابه حاجه جديده نخدمها لها باذن الله. نقول لكم فعلوا الجرس وديروا ابوني وراح تلقوا كل ما هو جديد. هاي ليكم. هنا واش نجي ندير باش نزينها؟ ها الشكل. نزيد هنا نحو الخيط هذا، نقص الخيط هذا خيطنا به. حاولي تعدلها هكا، تعدل الوجه تاعها. هنا نجيو بيستولي نديرو هنا نقطة تاع الشمع هذا لاصق ولصقو لي باغلة هذي. هاهو الشكل. ان شاء الله البنات استفدتوا من الدرس تاع اليوم. هاو ليكم واش خدمنا مع بعضنا، يعني كامل ما درت نحيتش منه حتى حاجه كما راكم تشوفوا. ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي حصه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام البنات.